وعشق رسالة ابن أبي زيد، عشقها عشقا. يعني رسالة ابن أبي زيد أول ما ظهرت كانت لها صدى عظيم في العراق، حتى أن أهل العراق كانوا يشترونها بوزنها ذهبا. لكن هذا الرجل هو في القرن العاشر، مش في القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس، شرحها 6 مرات، شرحها 6 مرات. هذا هو رقم، مش عارف رقم 5 تقريبا في الشروح ولا 6. فأخلص لها، وتقريبا قضى عمره كلها في على الرسالة، شرح ثم يعيد الشرح، وكل طبعا وفي كل إعادة زيادة. في كل إعادة زيادة. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضع. هذه 8 أشياء. أولها هو الأصل اللي هو النكاح، والباقي توابع له، ولكل منها معنى لغة واصطلاحا، نذكر كلا في محله إن شاء الله تعالى. أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطئ، مجاز في العقد. حقيقة في الوطئ، مجاز في العقد، هو اختار هذا الرأي. لكن هناك من يرى على أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الايه؟ في الوطئ. ولذلك قالوا لم يرد في القرآن بمعنى الوطئ إلا في موضع أو موضعين. نعم، بقية كلمة النكاح في القرآن الكريم كلها جاءت بمعنى الايه؟ بمعنى العقد، وليس بمعنى الايه؟ الوطء. هذا اختياره من جهة اللغة؟ نعم اختياره، نعم اختياره. واصطلاحا على العكس، وكويس برضه اهو ما شاء الله، حقيقة في العقد، وهو ده هذا هو يتفق مع الايه؟ مع القرآن. حضرتك لما تقرا انت كلمه نكاح كلها جاءت بمعنى الايه؟ العقد، ولم تاتي بمعنى الوطء الا في حاله او حالتين. بعد الخلاف صار في اللغه، التعريف من جهه اللغه، هو الخلاف صار هنا او صار من هنا؟ هو كلاهما فيه يعني اختيارات لاهل اللغه واختيارات لأهل، لكن هو الشيخ في الاصطلاح مشي مع الجمهور. وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطء، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. واضحة دي؟ نعم. يعني إن لم تتزوج ويدخل بها الزوج وتزوق عسيلته وعسيلتها، لا يعني لا يصح الزواج بعده. نعم. من استدامة يعني ثم لم يطاق والله لا يصح، لا 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 يحل هذا، لا يحل. طب لو زوجها هو طاقها بس بطاقة التحليل برضه لا يحل في مذهب مالك؟ لا يحل في مذهب مالك، لا يحل في مذهب الشافعية، يحل إذا لم يذكر موضوع إحلال لزوج الآخر، يعني إذا أغمراه في النفوس ممكن يعد على كده أهو. لكن في مذهب مالك، المهم في مذهب مالك ينظر إلى البواعث. نعم. إذا كانت تزوجها بنية تحليلها للآخرين هذا نكاح باطل. وطبعا السنة معهم مع مذهب مالك، لأن أنت عارف الحديث الديوس. التيوس والتيس المستعار. نعم. هذه المعاني كلها ورده في من يتزوج ليحلها للايه؟ للاخرين. وقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. الزاني لا ينكح الا ايه؟
بس أنا يعني هذه الآية كنت دايما أظن أنها ورد بمعنى العقد، يعني لا يتزوج الزاني لا يتزوج إلا إيه، إلا واحدة من على شاكلته، على شاكلته. الشيخ هنا جابها بمعنى الإيه، بمعنى الوطأ. فهل معناه أن يقصد بها الحرام مثلا، يطأها بالحرام؟ بعيد شوية. آه يعني يطأها بالحرام، لكن اللي احنا فاهمينه من زمان على أن هذه الآية الشخص يعني الزاني يبحث عن يتزوج واحدة زانية يتزوجها. وهو في الشريعة على ستة أقسام نقلناها في الأصل، وهو بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين، عقد نكاح أو ملك. طبعا الأقسام حضرتك يعني تابعوا أنتوا الحاشية، لأن برضو الشيخ أحيانا بيجيب فيها أشياء مهمة بس عشان الوقت. عقد نكاح أو ملك، أو ملك يمين، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالآية دي كثير من الفقهاء ومنهم المالكية يرون على أنها هذه الآية تحرم ما عدا هاتين الحالتين، يا إما النكاح يا إما ملك الإيه؟ اليمين. ومن هنا بعض الفقهاء الذين أجازوا الاستنكاء اللي اسمه ده الاستمناء، قالوا يعني ربما أخف من الزنا، لكن عند المالكية يتساوى مع الزنا لأنه هو خارج عن هذه الآية. الآية حددت محل الإباحة نوعين فقط، يا إما الزواج يا إما ملك اليمين، ما عدا ذلك قضاء الوطر في أي جهة أخرى يبقى محرم. والأول له أركان وعبر عنها بعضهم بالشروط، أشار إلى غالبها بقوله ولا تنكح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. لاحظوا المشايخ، الإمام ابن أبي زيد كان متشبعا بالسنة. حضرتك لو أنت مسكت الرسالة وحللتها تجدها كلها أحاديث، تجدها كلها أحاديث. مثلا اهو شوف بدأ الباب نكاح بإيه، بهذا الحديث اهو، ده نكاح إلا إيه بولي وشاهدي إيه، هو الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث اهو. أما الولي فيشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية، ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كمال الايه العقد. لا تشترط العدالة، يعني الشخص الغير الملتزم يعني بيشرب الخمر وبيعمل اشياء مش طيبة، من الذي يكون وليا على ابنته حين يزوجها؟ نعم نعم، هذا الكلام موجود. يعني حين يزوجها لشخص مسلم. نعم لا، الزمية إذا تزوجت مسلما وكان أبوها مسلم زوجها مش مشكلة فيها، لكن المشكلة لو تزوجت بشخص آخر. لو تزوجت مسلم فيش مشكلة.
لكن لو تزوجت ملزم ها؟ أي أي أراد أن يتزوج مسلم على مدى لا يصح. لا على مذهب مالك أي نعم. مذهب مالك لا يصح نعم. لأن من شروط الولاية الإسلام. نعم نعم يعني تنتقل الولاية إلى الدرجة اللي بعد الوالد الولي على طول اللي بعد الأب. إذا كان له وصي تنتقل الوصاية. ما لهش لها مثلا أخ أقرب عم ها؟ ها؟ لا لا لازم لا لا وجوبا لأنه هو لا يصح لا يصح له في حالة الإيه في حالة ما إذا لم يصح إذا لم يصلح أن يكون وليا. أما إذا كان رجل يعني فقد العدالة مجرد فقد العدالة هذه استحبابا ينبغي أن يختار لها يعني رجل صالح يتولى العقد. عبارة هل في كمال هنا المقصود أن العدالة تكون في صحة العقد في جهة الكمال؟ لا في جهة الكمال بس الكمال يعني الأفضل الأفضل أن يختار رجل صالح يتولى العقد على إيه ابنته. ولا الرشد لا يشترط أن يكون رشيدا بر فيعقد السفيه لابنته بإذن وليه عند ابن القاسم وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج إيه نفسه. يعني الولي هنا شرط شرط صحة لا يصح العقد بإيه بدونه. فإن وقع الزواج لغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد. إن ولدت الأولاد نعم نعم سبوا إلى أبيهم لأن ثم نكح شبهة انكحت الشبهة كلها الأولاد ينسبون إلى إلى أبيهم. نعم لو مات أحدهم في هذا النكاح الفاسد هل يتوافق؟ نعم 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 كل النكاح مختلف فيه لأن المالكية في رأي ثاني غير المالكية يصح هذا العقد. فمسائل النكاح الأنكاح المختلف فيها كلها يعني يتوارث فيها. نعم وهل الفسخ يكون بطلاق أو بغير طلاق؟ روايتان لابن القاسم وابن نافع. طب ايه اللي يترتب على يكون بطلاق وغير طلاق؟ بطلاق هتاخد كل الحقوق. نعم بطلاق هيكون تاخد بايه كل الحقوق. لكن فسخ معناه كأن لم يكن إلا إذا كان يأخذ الصداق اللي هو بحسب الدخول ما دام دخل بها يلزمه الصداق بس لكن ليست هناك حقوق أخرى ما دام في فسخ. وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن إيه نحلة. موضوع الصداق المالكية لهم يعني برضو في توسعة وأيضا عند غيرهم في توسعة. ليه؟ لأنه إن لم يتفق على الصداق في إثناء عقد لازم يكون يتفق عليه قبل الإيه قبل الدخول. طيب فإن دخلت وبدون يعني يتفق على الصداق تأخذ صداق المثل تأخذ صداق المثل
وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، ده أكثر توسعة هنا. يعني ليس من اللازم أن يحضر الشهود عقد النكاح، ممكن بعد ما يتم العقد الزوج يجيب واحد يشهده، ووالد ولي الزواج الثاني آخر يشهده، وبقى اثنين شهدوا على الايه، على عقد النكاح، بس شرط أن يكون ذلك قبل الدخول. شهدوا أننا عقدنا عقد فلانة على فلان بمهر كذا وبكذا وكذا. لا لا مش لازم، ليس من اللازم، بس يقال لهم فلان تزوج فلانة على كذا مهرا فيشهدان على هذا. إذا أدى الشهادة يشهد يكون أخبروني مثلا أنني فلانة تزوجت فلان. أيوة، لأن هو أصل القضية دي لها أصل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي ولم يشهد، الناس قالوا ما عرفنا زواج رسول الله بصفية إلا بعد دخوله بها، لأن صفية كان جاءت في نصيب أحد الصحابة، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت رجل كبير من اليهود ولا ينبغى أن تكون إلا لك يا رسول الله، لأن عشان يعرف قيمتها ويعرف نظامها ويعرف لها. ودي كانت رؤيا رأتها صفية قبل الغزوة، قبل أن يعني يأتي المسلمون إلى خيبر، قالت لزوجها رأيت كأن قمرا وقع في حجري. رأيت كأن قمرا وقع في حجري، فضربها بكف على وجهها اخضرت من ذلك الكف عينها. قال أنت تتمنين ملك العرب، أنت تتمنين تتمنين ملك العرب، وتشاء المقادير أن تتحقق إيه رؤياها، تحصل غزوة وتقع في سنصير أحد الصحابة ويستبدلها مع رسول الله ورسول الله يتزوجها ويدخل بها وتتحقق رؤية إيه رؤية صفية. نعم عجيبة صفية دي، كانت لها حاجات عجيبة. نعم لا لا مش عايزين نقول هذه خصوصية، لا يعني حكاية التخصيص ده يحتاج إلى قرائن. لا يا تخصيص، لا لا ده بالنسبة للهبة بس التي قالت وهبت نفسي الرسول في الهبة، لكن تؤخذ أقوال رسول الله أفعال على أنها إيه تشريع ما لم تقم قرينة على الخصوصية، أنت قاعد عشان توسع المجال. من هنا قال بعض العلماء أن الإشهاد ليس بشرط في النكاح، لكن الإمام مالك بيقول هو على الأقل يكون شرط في الدخول، على الأقل يكون شرط في الدخول، إن لم يكن في العقد فيكون في الايه في الدخول. يكفي اذا كان الشهر عام، اذا كان عام زي مثلا ضربك هذول بيسموه ايه، ولا والنيران تولع والاولاد يتجمعوا فلان هيتجوز فلانه، فاذا وجد هذا الاشهار يكفي ان شاء الله.
طيب النساء صدقات النحلة. وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، ويشترط في شاهده النكاح العدالة، لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي إيه؟ عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث. فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين عشان تحصل الايه الشهرة. نعم. لا مش التواتر، يعني هو احنا عندنا السماع احيانا يفيد في الاشهاد، شهادة السماع. نعم. الناس تسامعوا على ان فلان تزوج فلانة، حتى في الطلاق. نعم. يشاهدوا على ان الجماعة دول احنا من ساعة ما سكروا بجارنا احنا نسمع الست بالصوت بالليل. او مثلا. نعم. او رجل جا بيشتمة بشتيمة مش يعني غير مناسبة، تصلح للاعتماد على هذا وتطلق للضرر. ودي من الحاجات، يعني المذهب مالك في موضوع النكاح أيسر المذاهب فيه. ولذلك في القانون المصري لما عد الأحوال الشخصية، لما عد سنة 49 الشيخ محمد أبو زهر بيقول أنه عد الكل من المذهب المالكي، كله أصبح معتمد على المذهب المالكي. لكن فيما بعد حصل تعديل ثاني وأدخلت كل المذاهب في الأحوال الشخصية، يعني في المذاهب الأخرى ليس هناك طلاق للإعصار، يعني من أعصر بالإنفاق على زوجته يعني بلاء وقع فيه وخلاص. طيب طب تأكل منين؟ هو يمكن له قرايب ولا يلف عليهم. طيب وهي تعيش ازاي وتاكل منين؟ لكن مذهب مالك اذا ثبت الاعصار من حقها ان تطلب الايه؟ طلاق وتطلق للاعصار. تطلق للاعصار. وتطلق للضرر. لو في حاجه ثانيه دي مش موجوده في المذاهب الثانيه. أن الزوجة إذا ضرب زوجته أو اعتدى عليها بدون مبرر ينبغي على القاضي أن يضربه كما ضربه، ويضربه كما ضربه. هذا بس يعني المرأة تستشار فيه، إيه رأيك ناخذ حقك إحنا من الضرب؟ لا لا نص كده تعرف نص القرآن حبيبي بيقول ايه، يعني فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. يعني انت العظة والضرب والهاجر وده 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 وده، لكن لا ينبغي لك ما دام قالت نعم وحاضر الا تعتدي ايه؟ عليها. فاذا اعتديت عليها شخص بشخص لازم يقتص منك. كثير ما يحدث هذا. كثير ما يحدث هذا. طب ونقتص بنفسها. هذا حاجه ثانيه. لا ده شيء خلاص انتهى عاد. شوف اسماعيل نهار السكاكين. ولذلك احنا في نص اخواننا كلهم لما الانسان تحصل مناقشه بينه وبين مراته يكون بعيد من المطبخ. ايوه. لان اسهل حاجه تدافع السكين. سكينه.
نعم. ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله، فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، كأنكحتك أو زوجتك، ومن الزوج ما يدل على الرضا كقبلت أو رضيت. ولا يشترط الترتيب، بل ولو بدأ الزوج ثم أجابه الولي صح العقد. يعني صيغة النكاح هذه من أهم شروط أو أركان عقد النكاح. متى تحققت هذه الصيغة؟ المسائل الأخرى كلها قد تجد فيها مندوحة في مذهب، لكن الجميع متفق على إيه؟ على صيغة العقد. الولي ممكن تتزحزح وتروح لعند الحنفي. بس على فكرة مشايخ الناس، معظم الناس يأخذون مذهب الحنفية على غير وجهه. يعني يقولوا ايه مثلا، خلاص ابو حنيفة يجوز ان البنت تجوز نفسها وخلاص، بس كده هو. لا، الحنفية عندهم ايه؟ نعم، تزوج البنت نفسها بشرطين: ان يعلم الولي بكفاءة الزوج الذي يتزوجه أنه كفء لها، لأن العائلات تتعير. يقول لك بنت فلان زوجت من بيت فلان، لازم يكون الزوج كفء. وعندك عادل الكفاءة عند الحنفية ما شاء الله بابها واسع جدا وشروطها كثيرة جدا. يعني لازم يكون في اتفاق في المهنة، في اتفاق مش عارف فيه، في اتفاق مش عارف فيه. الشرط الثاني أن يقدم لها مهر المثل، أن يعلم الزوج أن هذا الزوج قدم لابنته مهر المثل. دول شرطين عشان البنت تزوج نفسها في مذهب الايه؟ على مذهب الحنفية. طيب حضرتك اسأل انت كل الحالات اللي بتحصل في هذا، هل تتحقق هذان الشرطان؟ كل اللي بيحصل بيروح عند الشهر العقاري، تفقوا مع بعض خلاص، هو على مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة. نعم، البنت والسيد. البنت والسيد الشرطين. نعم لا، لأن أصلا المشكلة في إيه؟ على أن الزواج له صلة يعني بشرف العيلة. فإذا تزوج مثلا شخص من أسرة مثلا متدنية، وكانت البنت من أسرة شريفة، انت عارف يعني احيانا الاب او اخوها يروح يقتلها. نعم. ليه؟ لانها لطخت، قال اسم الايه، لطخت اسم العيلة. احنا مش الصنف ده مش من يعني نعم. فلذلك قالوا لو اجتمع هذان الشرطان، وشرط الايه؟ الكفاءة ومهر المثل، لا بأس ان تزوج المرأة ايه؟ نفسها. وزي ما قلت لحضرتك موضوع الكفاءة عند الحنفية واسع المدى. يعني اسهل المذاهب الكفاءة عند الامام المالكي، ما دام ليس فيه عيب من العيوب المنفرة، والتدين فيه يعني روح التدين هذا يكفي عند الممالك، رجل ملتزم وليس فيه عيب منفر. لكن هناك لازم يكون هناك اتفاق في المهنة، إذا كانت مزارعة تبقى هي أسرة برضو مزارعة، إذا كانت مثلا صانعة مش عارف، تبقى لازم اتفاق في مجموعة من الأمور عشان يقال تمت الكفاءة بين الطرفين.
وبعدين برضه هم يعني الحنفية ليه اشترطوا الكفاءة وضيقوا مجالها أو وسعوا مجالها بالشكل ده؟ قالوا لأن لما يكون التنين من بيئة متقربة ممكن يتعايشوا مع بعض. احنا النهارده عندنا مشكلة كبيرة في مصر وهو كسرت الايه؟ الطلاق. كسرت الطلاق. كسرت الطلاق 180 ألف طلاق في سنة، السنة اللي قدام اللي فاتت، منها 30 ألف عفوا 35 ألف في السنة الأولى من الزواج. إيه السبب؟ لأن ما كانش فيه توافق بين الطرفين، هي من بيئة وهو من بيئة، لكن التقوا في الأتوبيس مع بعض، التقوا في العمل مع بعض، التقوا في مكان مع بعض، وأعجب منهم كلهم بالآخر، ثم تم الزواج دون إيه؟ دون أسس. فلذلك الحنفية شددت في موضوع الكفاءة عشان إيه؟ حتى يبقى هناك تقارب بين الزوج وبين الإيه؟ بين الزوج. لكن الإمام مالك أخذ بالأصول، أخذ بالأصول. إيه الأصول؟ سيدنا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة تزوج مين؟ بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أهو في أعلى من كده أهو، مولى تزوج يعني بنت عمة النبي، قرشية بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهم وغيرهم. نعم نعم. ثم أشار إلى ما قلنا من أن الإشهاد شرط في صحة الدخول دون العقد، فإن لم يشهد الولي والزوج في العقد فلا يبنى بها حتى يشهد، في نسخة حتى يشهد الإفراد أي الزوج، فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفشوا ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء، وأما إن فشا فلا يحدان وإن كان عالمين، والفشو بالوليمة والدف والدخان والشاهد الواحد. ده تدارك لإيه؟ لموضوع الإشهاد، تدارك لموضوع الإشهاد. دخل بها دون إشهاد معنى أن هذا سفاح. نعم. ها؟ ليس الحد يسقط بالشبهة. ها؟ ليس الحد يسقط بالشبهة. أي؟ لا، يحدان إذا لم يفشوا. يحدان إذا إيه؟ لم يشفوا. ايه لم يشفوا؟ ايه الفشو؟ الفشو يكون عمل وليمة، دعا اليها الناس والناس دخلوا وخرجوا واكلوا. دف عمل في الصحراء وفي البوادي، بيعملوا نار عند العرس، شاهد واحد مس، يعني ده يعتبر كل ده نوع منين؟ نوع من الفشو الذي يسقط الايه؟ يسقط الحد. واقل الصداق اي اقل ما يصح به العقد اما ربع دينار من الذهب الخالص وهو وزن 18 حبة من الشعير الوسط، واما 3 دراهم من خالص الفضة، كل درهم 50 حبة وخمسة حبة. ها؟ ما هو حضرتك هذا الكلام في أي عصر من العصور ممكن يتحقق. ها؟ في أي عصر من العصور، إنما لو أنت سميتها بالجرامات ولا مساقيل ولا الحاجات كل الأوزان الأخرى بتغير، تغير من عصر إلى عصر بعصر. لكن الحد بتاع الشعير ما بتغيرش. ها؟ لما
مرة تغير أنا على مرور التاريخ كل من الشعير الوسط كمان برضو لأن إذا كانت الأرض ملحة تبقى حبة الشعير يعني صغيرة جدا نعم وإذا كانت الأرض قصبة تبقى حبة الشعير إيه ما شاء الله ما شاء الله وإما ثلاثة دراهم الدرهم احنا الان عندنا الدرهم يساوي 3 جرامات و 12% من الجرام الدرهم الشرعي يساوي ايه 3 جرامات و 12% منين من الجرام ومن هنا يعني احنا بنعملها اجمالا 200 درهم من الفضة بالتقريب يساوي 600 جرام منين الآن الجرامات الموجودة الآن 600 اللي هم 200 درهم شرعي زكاة زكاة يساوي 600 جرام تقريبا نعم بالتقريب يعني بالتقريب نعم ما هو انت لو حسبتها بالذهب هترتفع المسألة شوي لأن احنا عندنا ربع المثقال المثقال الآن يوم شايخ يساوي 4.5 جرامات أربع جرامات ونصف ربع الأربع جرامات إيه جرام وتقريبا يعني تقريبا طيب النهاردة في مصر مثلا الجرام ذهب بحوالي 140 جنيه فلو حبيت انت تعمل يعني المهر الشرعي تقدمه انت اذا تقدم كم 25 جنيه وتضيف لها كمان 10 35 على الاقل تقدم 35 جنيه اصل بعض البلاد عندنا واخدين على انه يقول لك ايه تقدم ربع جنيه بيكتبها ربع جنيه في العقد برضه ربع جنيه فتقول لهم يا ناس كلمة ربع جنيه ده كان زمان يوم ما كان ربع جنيه ربع جنيه الان الان ما عادش يساوي حاجة ربع جنيه طب ادعي لك كده ربع جنيه خليه يرموه لك على طول فدي عاوزة انتباه الناس حافظة الكلام ده من زمان وماشيين عليه لا على الأقل 35 جنيه لمن أراد أن يقدم المهر أقل حاجة في المهر الشرعي أقل حاجة في المهر الشرعي لو حسبت أنت بالفضة 3 جرام في حوالي 2 جنيه تقريبا ونص الجرام الآن يعني متوسط 2 جنيه في كام؟ في 3 الدرهم ب3 الدرهم ب3 جرامات وانت مطالب ب3 درهم 9 في كام؟ 18 ليه بس ليه؟ ما الدرهم ب3 جرام نعم الجرام ب2 جنيه بكام؟ كده 6 ايوه 6 نعم نعم 6 × 18 يبقى برضه بالفضه على الاقل على الاقل 20 جنيه لا يعني الان فيه كثير من العقود تجري بحكايه الربع جنيه والجنيه والحاجات اللي معناه ان العقد كده اهو يبقى المراه تطالب بهر النسل فيه انت عارف الان في المحاكم كنا في مرة تكلمنا في موضوع قضية الست مكتوب لها جنيه في العقد
فرحت للقاضي ومعاه جنيه في ايده عايز تخلع جوزي وقدم ايه جنيه اهو الجنيه اللي قدمه ما اهو المهر بتاعه ها اهو المهر صحيح ها هذا الواقع يعني ايوه ما هو مكتوب جنيه جنيه فدخلت على القاضي ومعاه جنيه في ايده اهو قد المهر بتاعه وطبعا في غير المالكيه يقدم ايه الخلع يكون بالمهر فتنزع المهر الإمام مالك لا يرى هذا الإمام مالك لا يرى يرى على أن ما يتفق عليه إن كان هناك اتفاق ما فيش اتفاق يحكم شخصان صالحان عدلان فقيهان يبحثوا القضية بتاعته ويحددوا كم يكون الخلع قد يكون أضعف المهر قد يكون أضعف المهر ولا حد لأكثره اتفاقا لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا سبحان الله العظيم انت عارف يا شيخ اسماعيل نعم. اخواننا كلهم قضية المهر دي يا مشايخ هي من اهم اسباب العنوسة عندنا الان في مصر اهم اسباب العنوسة في مصر الان ليه لان البنت اخواتها اللي اتجوزوا من 10-12 سنة فاتت عاوزة تتجوز زيهم ويجيبوا لها زي ما جابوا لاخواتها اولاد بنات عمها كان عندنا يوم كنا نمر في الجامع بتاع النصر ده واحد من كبار الأسرياء في مصر هنا ساكن قدام المحطة فقالوا روح بنا فلان فلان ده ملتحي واسمه الحج فلان ورحنا اخواننا الناس الكبار في الجمعية ورحنا الراجل طبعا استقبلنا وفتح الباب أن قدم لبنته هدية عربية من العربيات التي تصنع في الدنمارك دي اسمها كانت لسه طالعة جديد فلفة ايوه ايوه نعم ليه قال لأن بنت عمها هدولها عربي ولازم تبقى زي ايه زي بنت عمها طيب وجبنا لها فايزة احمد خدت وصلة خدت 500 جنيه في الوصلة لان برضو بنت المثلية دي حضرتك تشوف اللحية وتشوف القعدة وتشوف ده وده طيب بعد ما خلص قلنا عاد احنا عندنا مشروع خيري والمسجد يا زكية يا زكية كان عنده خادمة اسمها زكية هات المحفظة هات المحفظة طلع المحفظة فيها 40 جنيه عاد تفضل عادي مشايخه 40 جنيه مساهمتنا في المسجد فقعدنا احنا نص يا طالب ناخذ 40 جنيه ولا نغضب عليه شوف شوف المهرجان عامل ازاي فقصدي من هذا على ان المهور يا مشايخ دي الان سبب من اسباب العنوسة عندنا ليه لان كل واحد عاوز يستعمل زي بنت عمها وزي بنت خالها وزي بنت اختها وزي جيرانها وزي 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 وصدقها موجود والله يا ابني موجود عندنا في اقصى الصعيد اقصى الصعيد انا يوم بدي زوجت الزوجه الاولى والدي دفع 10 جنيه قال خذوا هاتوا بها ذهب لبنتكم 10 جنيه وجاب لي انا السرير ابو بعمدان ده كان ده حاجه عظيمه طبعا نعم ها
ما يا مولانا مشكلة كبيرة، وإحنا بنحاول في كل لقاء مع في مناسبات دي نتكلم في نقطة دي بالذات عشان الناس يتنازلوا، لأن أنت لما تتزوج أيا كانت الركنة اللي هتسكن فيها مش هتظل فيها على طول، لأن قد تأتي يعني ببركتها، وقد تأتي الأولاد برضو كل عائلة يأتي برزقه وربنا يوسع. إحنا كلنا كده، كلنا كده. أنا سكن كنت أنا ومراتي وعيالي في حجرة 180 قرش، ها؟ نعم. الأرض ما شاء الله بيت 5 أدوار أهو. يعني المسائل ما بتبقاش، لا، لأن قد يأتي رزق عيل أكبر مثلا رزقه أكبر، قد يأتي الست قد تكون رزقها أكبر، مسائل. فأنت خلي مسائل سهلة الأول، خلي مسائل سهلة. للأسف للأسف. كان تعرف حتى في أقرب الناس مصطفى دبني، نعم، الزوجة اللي احنا زوجناها السنة اللي فاتت، بنت خاله خاله محب لنا وكأننا عايشين في أسرة واحدة. نعم. فلما قلت له والله أنا محدد لكل عيل المبلغ اللي أنا عندي كل عيل 25 جنيه 1000، مش هقدر أنا، قال لا ما ينفعش، خلي الباب مفتوح. منين طيب؟ منين؟ طيب واللي بعد منه؟ افرض ليه خد الباب مفتوح، خد اللي في الباب كله طيب؟ طب واللي بعد منه طيب يروح فين طيب؟ يعني هو ده اقرب الناس لي، اقرب الناس لي. وللأب إنكاح أي جبر ابنته البكر على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل. هذا كلام مشايخ هيدخلنا في قضية، وهي قضية أن من حق الولي أن يجبر ابنته على الزواج ممن يرضاه لها. من حق الأب أن يجبر ابنته على إيه؟ على الزواج ممن يرضاه له، حتى ولو هي لو لم ترضى هي. ليه؟ لأن الأب خبرته في الحياة أكبر، والأسس التي تبنى على الحياة عنده دراية بيها. البنت في سن 14 و15 و17 و20 أهمها إيه؟ المنظر. نعم. يا ترى الشخص ده وسيم ولا مش وسيم؟ يا ترى لبسه بشكل شياكة مثلا يا مش مثلا يعني شربك شكله إزاي؟ الجزمة شكلها إزاي؟ والحياة يعني حاجات إيه مظهرية فقط، لكن ما تبصش للأساس المعيشة التي هتكون مستقبلا. فلذلك عندنا المذهب المالكي والشافعي والحنبلي يرون أن الأب من حقه أن يجبر ابنته على أن يزوجها ممن شاء وبأي مبلغ شاء. ليه؟ لأنه بالتأكيد ما حدش هيقول أنه عايز يظلم مرات بنته، لأن الشفقة الموجودة في قلب الأب هذه لا شك فيها. لكن برضو من الشفقة أيضا أن يختار لها الشخص الذي يراه أنسب لها، حتى لو كان فقير. استأذن يعني ترضى، لكن رضاها ليس شرطا. الأفضل أنك أنت تسألها فلان، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء مثلا طالب لابنته يضرب على الخيمة كده هو نقرتين ثلاثة، فلان جاء طالبا زوج فلان، إذا ردت النقرات زيها معناه في موافقة، ما فيش خلاص
لا من باب الايه؟ من باب الاستحباب. لكن الامر كله في يد البنت صعب. طبعا كلامنا الان يمكن يعني قد يعني قد لا يليق في 100% في بعض البيوت، لان بعض البنات اخذوا حرية اكبر مما يعني ما يجب. فالبنت ما تقول لها لا والدها راجل راجل كويس محترم، وبعدين ده ابن اصول ويعني راجل صالح ويعرف ربنا كويس، غير فلان فلان اللي كان جاني زمانه، يقول لك لا انا لو جوزتوني انا هموت نفسي. هتعمل ازاي؟ نعم. فالمسائل عاوزة حكمة، المسائل الان عاوزة حكمة، لان الحرية التي اعطيت للبنات اكثر مما ينبغي. نعم. نعم. لا، هذه المرأة السيب، هذه المرأة السيب لابد ان توافق بالقول. احنا تكلمنا في البكر. لكن المرأة السيبة اللي سبق لها الزواج اصبح عندها خبرة. نزوجكم من فلان، ان قالت نعم مرحب، ما قالتش نعم خلاص. شوف ايش الكلام بهو. على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان اقل من صداق الايه؟ المثل. بغير اذنها وان بلغت ولو عانسا. شوف القيود كلها، مش شايف؟ شوف القيود كلها. ما لم يضر بها. ما لم ايه؟ ايه الضرر؟ ضرر لا غير مقبول عند اي حد. زي مثلا الشيخ هيجيب امثلة، زوجها من شخص مجبوب مثلا. طب ما فيش واحدة ست في الدنيا تقبل ان تزوج من شخص ايه؟ مجبوب مثلا. او زوجها من شخص مجنون، او زوجها من شخص ابرص، او زوجها من يعني من عبد مثلا لو كان ايام العبيد. هذه من حقها ان ترفض وترفع امرها للقضاء في الحالة دي. وده المنصوص في قوله تعالى اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. العضل. العضل يعني معناه انك انت تجبرها على الزواج او عدم الزواج من يعني طريقة غير مقبولة لا منها ولا من غيرها. أما إذا أضر بها كتزويجها من مجبوب أو أبرص ونحوهما فليس له جبرها. والعانس هي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها. واختلف في حد التعنيس، فقيل 30 سنة، وقيل 40، وقيل غير ذلك. يعني المرأة متى يقال لها عانس؟ إذا بلغت 30 سنة أو بلغت 40 سنة. إحنا ما نقدرش نقول الآن العانس 30 سنة، لأن عندنا ملايين البنات فوق 30 الآن، فوق 30. لا يعني تعبير بعانس الآن صعب على إنك لو أنت مثلا رفعت فوق شوية 35 ممكن تسميها عانس، أو 40 مثلا، لكن 30 صمت كثير أول الآن. ولنا صحة تأخذ الله تعالى الرجل. وإن شاء شاورها، عائد على البالغة فقط، وظاهره التخيير من غير أرجحية. والذي في الجواهر وغيرها يستحب له استئذانها.
يعني هو يفضل الأب يكون رجل كيس، برضه يعني يشرح لها ظروف الزوج المتقدم والحاجات اللي هي يعني يكون فيه تقصير من جهتها ممكن تتعوض فيما بعد، وألا يجبرها إلا إذا كان هناك يعني خوف عليها لو بقيت من غير زواج. الحالة دي أنا شفت بعض الحالات أجبرت على الزواج وكان في ذلك الخير لها. تعرف كان سيدنا عمر خطب امرأة من أبيها وكانت المرأة تسمع، فقالت لا أريد أن أتزوج من أمير المؤمنين، لا أريد أمير المؤمنين أخطبك، قالت لا أريد أن أتزوج من أمير المؤمنين. فالرجل أراد أن يجبرها على الإيه؟ فقال له سيدنا عمر لا تجبرها بل زوجها ممن اختارت أو ممن تختار. الكلام ده موجود في مطالب العالية ابن حجر، قصة دي موجودة. سيدنا عمر هو من هو؟ يعني فالأفضل أن احنا على موضوع الضغط والجبر ده إلا إذا كانت هناك ضرورة ويخشى على البنت، لأن البنت في مكان وفي بيئة يخشى عليها من البقاء بدون زواج، في الحالة دي يبقى الجبر له مندوحة. أما إذا كان هناك فرصة للاختيار الأفضل أن إيه؟ أن تخير. سيدنا عمر كانت له حالات عجيبة، مثلا مرة ابن عبد الله قال يا أبتي أنا أريد أن أتزوج فلانة، واحدة يمنية كانت تزور المدينة مع أهلها، قالوا أنت كويسة وأنا أريد أن أتزوج. وأيضا جاءه مروان بن الحكم قال أريد أن أتزوجني من فلانة برضو نفس البنت اليمنية. و جاء له واحد ثالث برضو من علية القوم، فذهب إليهم وقال له عبد الله بن عمر يخطب ابنتك، ومروان بن وهو من هو تعرف من هو عبد الله بن عمر بن أمير المؤمنين، ومروان بن الحكم وهو من هو يخطب ابنتك، أبو جير مش عارف مين يريد أن يخطب ابنتك، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب ابنتك. البنت سمع فقالت أجاد أمير المؤمنين، أجاد أمير المؤمنين، قال نعم، قال تزوجوا أمير المؤمنين. تركت الشباب كلهم واختارت أمير المؤمنين. وإن شاء شاورها، والذي في الجواهر وغيرها يستحب له استئذانها. وأما غير الأب في البكر في البكر إيه؟ وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ حتى تبلغ إيه؟ حتى تبلغ وتأذن وإذنها يعني بس في هنا
وإذنها صماتها ما ذكره في الوصي مثله قول المدونة لا تزوج اليتيم إلا بولي إلا بولي عليه إلا التي يولى عليه لا تزوج اليتيم التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن. جيم اللي هو ابن ناجي بيقول إلا أن يكون نص الأبي في الوصية على الإجبار فينزل منزلة الأب. ونص المختصر في المختصر نص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلة الأب في الإجبار بشرطين على سبيل البدل. أحدهما أن يعين له الزوج، والآخر أن يأمره الأب بالإنكاح. يعني إذن الشرطين يقول لزوجها من فلان فلان الفلان، يبقى إذن يعني لو قال له زوجها من فلان خلاص اجتمع الشرطين هم. وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد بقوله ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الأب بالإنكاح. لكن عبد الوهاب فسر قول الشيخ الآتي بما إذا عين الزوج كما تقف عليه وعليه فلا بد من اجتماع الشرطين المذكورين اللي هو الأمر بالإنكاح والإيه وتعيين الزوج. وما ذكر في غير الوصي كالجد والأخ هو المعروف من المذهب أنه لا يزوجها، وقيل له جبرها إن كانت مميزة وخيف عليها الحاجة. ابن بشير اتفق المتأخرون عليه إن خيف فسادها. ابن عبد السلام عليه العمل ببلادنا اليوم اللي هو ايه الجبر في حالة الايه الخوف عليها، الجبر في حالة الايه الخوف عليها مع زيادة بلوغ سنها 10 سنين ومع مشورة القاضي. يا ابن عبد السلام زود لنا حاجتين اهو، ان تكون وصلت الى سن ايه 10 سنين وان يشاور الايه وعلى هذا اقتصر صاحب المختصر اللي هو الشيخ خليل، اقتصر على كلام مين؟ على كلام ابن عبد السلام. ابن عبد السلام له كتاب يا شيخ عبد الله، لكن انت خلاص بالنسبه لكم انتهت. يعني انتم مشغولين الان في خط رسالتكم، لان اصلا عندنا الدراسات العليا في التحقيق ما كنش الا في الماجستير فقط. له كتاب شارح به ابن الحاجب في عبد السلام الهواري، شرح ابن الحاجب في حوالي 100 جزء. والله انا نقلت منه ايام ما كنت في رساله الدكتوراه بتاعتي، نقلت منه كتاب اللي عندنا في دار الكتب المصري. دار الكتب المصري مخطوط، كمخطوط طبعا كمخطوط، فكان عاوز يعني الناس ينبه الناس اليه اذا كان يعني كامل. استفاد مني هذا الرجل، رجل عظيم عبد السلام، شرح ابن الحاجب. شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام الهواري. نعم نعم دار الكتب المصري. نعم نعم يا سيدي. لا ابن راشد له كتاب اسمه المذهب مطبوع، مش مطبوع كله، الشيخ ابو الاجفان قبل وفاته عليه رحمه الله كان حقق جزئين مني، وربما كان هو الموجود مني لانه كان معاصر
لعبد السلام نعم، لكن لا أدري هل اللي طبعه اللي حققه ابن الأجفان هل هو شرع المختصر ولا شرع على ابن الحاجب. أنا على حل الشيخ ابن كانت أهدانا أنا النسخة اللي هو كان حققها مطبوعة. لا أدري، المهم أنا كانت بين ابن راشد القفصي وبين عبد السلام الهواري كانت في مناقشات ومناوشات، كان كل منهم له وجهة مع ضد الآخر، لكن كلاهما كان مشغول بالإيه بابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، كلاهما كان مشغول بمختصر ابن الحاجب. بس يعني الحاجة اللي زعلتني من الشيخ والأجفان عتبت عليها الصعيدة الصعيدة راحوا تونس ودمروا تونس ودمروا البلاد اللي هناك، قلت الصعيدة مفترى عليهم غلابة والله. ها الكلام متشابه يعني اللغة الدارجة كمان متشابه حسب الطبيعة عندها. يا شيخ مولانا شيخ ابو الاجفان انت تتكلم بيه منين؟ ها؟ مش كفايه الصعايده في مصر؟ جماعه المصريين يقول لك الصعايده الناس دخلوا منشفه يعني ها؟ ايه اللي بدهم تونس وايه اللي وصلهم تونس هناك عشان يدمروا البلاد ويدمروا العباد؟ ها؟ الله في المقدمه كانت هذا الكلام؟ كانت تعرف تقدم؟ تركت هذا الكلام في الكتاب. موجود أي في الكتاب؟ نعم موجود. وما ذكره من أن إذنها صمات ومثل قول المدونة إن قال لها وليها إني مزوجك فسكتت فذلك منها رضا. ولا يزوج الثيب البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزن أو بزنا رشيدة كانت أو سفيها أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. أهو جينا لمين؟ للسيد. نحن قيدها بالبالغة لأن تكون بالغة عينه صغيرة، عينه صغيرة زي الصعايدة بيجوزوا بيسموها جزة الجلع. أنا عندي أختين، واحدة زوج عندها 13 سنة مش عارف 12 سنة السنة تسوي برضه نفس تقريبا منها. يعني البنت لا تعرف حقوق الزوج ايه شكلها ايه، لكن اهو نفعت ومعمرة وما شاء الله وخلفت كم عيال. يعني نعم بيجيبوها ولا تلعب في الشارع بيجيبوها. وهو السيدة عائشة قالت لما زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم جابوني من الكرم بتاع النخيل كانت تلعب مع البنات. يعني كلامنا مش جديد برضه. لا زوج اب ولا ايه ولا غيره الا برضاها وتأذن بالقول. وقيدنا بالبالغه احترازا من الصغيره التي ثيبت قبل البلوغ، فإنه لا يزوجها غير الأب على ما رجع إليه مالك. الصغيرة التي أصيبت قبل الإيه؟ قبل أن تبلغ. يعني زوجها صغيرة وبعدين زواج ما تمش. لا يزوجها غير الأب. يعني إذا تعاملوا عملة البكر أهو. تعاملوا عملة الإيه؟ البكر. وله جبرها. وقوله بالعاقلة احترازا عن المجنونة، فإن الأب يجبرها إذا كانت لا تفيق،
كانت تفيق احيانا انتظر افاقتها بالحرة احترازا من الامة، فان لسيدها جبرها اتفاقا ان كانت كاملة الرق ولم يقصد بذلك ضررها، اما غير كاملة الرق فلا جبر له عليها على ما في المختصر. وبالتي لم تزل بكارتها احترازا ممن ازيلت بكارتها بعارض، فان الاب له ايه جبرها اتفاقا، ومن ازيلت بكارتها بزنا فكذلك على ما في المدونة. وقال عبد الوهاب ان تقرر الزنا منها ولا تكرر، المفروض تكرر، انت صلح تكرر الزنا منها. إن تكرر الزنا منها حتى زال جلباب الحياء عن وجهها لم تجبر، وإلا جبرت. قال بعض لا المجاز طبعا هو الحياء له جلباب، ولكن يعني أصبحت تتكلم مع الشباب وتتكلم يعني مع من يذهب ومن يأتي، و يعني يعني جلباب الحياة فعلا جلباب، والله فعلا جلباب، لأن يوم يذهب هذا الجلباب مصيبة، نعم تبقى مصيبة كبيرة والله. وقال ابن عبد الحكم لا تجبر، واختاره الإمام اللخمي وعزاه ابن رشد للشيخ أبي محمد. وما ذكرناه في الرشيدة متفقا عليه، وفي السفيهة على المشهور، وما ذكر من أنها تعزم بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. والمراد بالأيم الثيب، لما جاء مفسرا في رواية مسلم لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. والفرق بينهما أن الحياء قائم في البكر والثيب قد يزول منها ذلك. طيب ولا تنكح المرأة ذات الحال يعني الست اللي هي لها يعني مكانة بين أهلها مثلا إلا بإذن وليها أو وكيله، لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا، واختلف هل ذلك تعبد أو مخافة ما يلحق الولي من المعرة، لأنها قد توقع نفسها في غير كفر لو عقدت على نفسها. في حتى بعدها إيش أو إيه أو بإذن برضو أو بإذن ذي الرأي من أهلها أو السلطان. الكلام ده كله مشاق في مين؟ في السيب. يعني هو السيب قال هي تزوج نفسها، لكن إلا إذا كانت إيه شريفة ذات شأن. دي تحتاج إلى زيادة محافظة، تحتاج إلى إيه؟ إلى زيادة محافظة، بحيث يبقى الولي عارف هيزوجها من مين، وبعدين العيلة عيلتها عيلة شريفة،
يعني لو تزوجت نفسها من شخص غير كفر كما يرى في كتاب هذا المالك ربما تعير العيلة بتاعتها. يبقى إذا لازم إلا بإذن وليها وكذلك بإذن ذي الرأي من إيه؟ من أهلها أو السلطان أو السلطان. لا لازم لا مش بدون ولي لازم من ولي بس لازم برضاها قولا لا جبر للولي عليها. أيوة هذه الولي لازم يكون له رأي في الشخص اللي هتتزوجه. في غير الحالة دي تقول لها أنا عاوزة فلان الفلان فلان ده طويل قصير يعني مش يعني مش كذا مش كذا لها أن تختار وتقف عند رأيه. لكن في الحالة الثانية إذا كانت ذات شرف من عيلة هذه لازم يكون الولي له إيه له رأي شركة في الرأي ولا يقف عند ولا 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 تستقل بالرأي لازم يكون هو له رأي لأن زواجك من فلان ده يمس العيلة كلها. الحتة دي برضو عاوز انتباه يعني مش القضية قضية بكر وثيب. قول له أسألك مذهب تاني غير مذهب مالك. ايوه شوف يا ابني عندنا في نكاح السر نكاح فاسد عندنا نكاح السر فاسد. اذا قلت يا اولاد تعالوا اشهدوا بس ما حدش يقول قدام الناس برا ان انا اتزوج فلان او ما تختاروش فلان الفلاني او فلان الفلانية بهذا الزواج بجابه ما اقول لهم هذا الكلام فاسد النكاح. المذاهب الاخرى فيه الشاهدين يكفي للإشهار لأن الإشهار عندهم يكفي بالإيه؟ بالشاهدين. لكن في مذهب مالك لو قلت للشاهدين يا أولاد بلاش حد يقول لحد بابا إذا نكاح باطل نكاح فاسد. نعم مين نعم ابن ناجي نعم شرحه مع الشيخ زروق في كتاب واحد. ابن ناجي الشيخ زروق كلاهما شارح المختصر في كتاب واحد مع بعض. قال مالك وقول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. فذي الرأي من أهلها الرجل من العشيرة أو العم أو الولي. فقال ابن نافع هو الرجل من العصبة. واختلف في معنى ذي الرأي فقيل هو الرجل ذو الصلاح والفضل وقيل هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في الأمور. ومن هذا علم أن قول الشيخ كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي من أهلها. يعني المهم على أنها لا تستقل بالإيه
برأيها في موضوع الإصرار على شخص معين إلا مع رأي وليها أو رأي الإيه الرأي من أهلها أو السلطان، يبقى فيه موافقة لها على هذا الاختيار. ودي زي ما تقول حالة استثنائية بالنسبة لمين؟ حالة استثنائية بالنسبة لمين؟ للسيب. للسيب والله الحتة دي هو أنا برضو الإنسان بينساها برضو، لأن استثناء إحنا السيب فيها يعني توسعة، لكن هنا هم الشيخ حط فيها قيد، وهي إذا كانت ذات شأن بس، إذا كانت ذات شأن زي الحتة اللي بقولها عبد الله دي، الرجل من أسرة كبيرة ومش عاوز يعني يقول جوز الخادم بتاعته نعم فالإمام مالك كان العرف له مقام عندي، إمام مالك العرف له مقام مكانة، يعني مثلا شوف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا ثم الرضاع، واضح الآية أظن واضحة. إمام مالك يقول إذا كانت الأسرة شريفة وأسرتها ما بترضعش لا تجبر على على الإرضاع. ليه؟ لأن العرف اللي كان جاري في الجزيرة العربية على أن البنات الشريفات من أسر شريفة لا ترضع. وما حصل في عهد رسول الله والصحابة على أنهم كانوا البنات تأتي، السيدات تأتي من البادية تأخذ الأولاد الصغير أولاد الأشراف يرضعوا في البادية. وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله وقد اختلي في الدنية، وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ولا قدر، لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ولا قدر كالسوداء الفقيرة في المدينة. الكلام ده موجود حتى الآن في المدينة الشيخ اسماعيل، يعني في نساء غلابة وفقيرات برضو لا مال ولا حال ولا حاجة خالص. شوف والمسلمانية اللي هم يعيشوا على الايه على حواشي المدن. والتي تسأل الناس عن الديار ونحوها هل لها أن تولي أجنبيا، وهو من له ولاية الإسلام فقط مع وجود الولي الخاص، أبوها موجود، عمها موجود، أخوها موجود، يعني لا يجمعهم مع ناس إلا كلمة الإسلام بس، لكن ليست لها حال ولا مال ولا قدر ولا جمال ولا حاجة. هل لها هذه المرأة التي بهذه الصفة ممكن توكل واحد أي واحد من البلد حتى لو كان ابن عمها موجود أو خالها موجود أو عمها موجود أو أخوها موجود؟ فقال ابن القاسم يجوز لها أن توليه ابتداء وصرح بمشهوريته، هذا هو الرأي المشهور، وقال أشهب لا يجوز ذلك إلا إذا انعدم الأقرب. إلا إذا عدم الأقرب. والله كويس برضو فيه توسعة في الحتة. طيب نوقف عند مراتب الأولياء. مراتب الأولياء يا رب.
لا يعني المرأة التي يعني لا قرار لها، لا قرار، يعني ليست لها دار معروفة، إنما هي تنتقل من قرية إلى قرية إلى قرية إلى قرية، من بلد إلى بلد إلى بلد. إن شاء الله يوم الأربعاء تقدر تلقون إن شاء الله يوم الأربعاء بعد العصر برضو بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. ليه؟ درس في المضيفة بعد العصر. طيب والجمعة؟ ممكن الجمعة؟ بعد العصر. بعد العصر نعم. يوم الجمعة. إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. بكرة عندنا درسنا آخر درس عندنا في المضيفة إن شاء الله.